مؤخرا وجه بإطلاق خطة أخرى إن شاء الله هنعلن عنها في خلال الأسابيع القليلة جدا القادمة، لتركيز على تنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات هتتجاوز ال 300 مليار جنيه. كل ده علشان نربط إزاي سيناء وتبقى جزء أصيل من الوطن، ويبقى كل التنمية اللي بتحصل في مصر زيها وأكتر في شبه جزيرة سيناء. المحور الثاني، بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات. الأمم المتحدة بتقول إن البنية التحتية هي مقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وإمكانياتها لجذب أي استثمارات. من غير بنية تحتية مش هيبقى عندك أي فرصة إنك تجذب استثمارات. اشتغلنا على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت ل 3.4 تريليون جنيه. شبكة المية احنا كنا بنتكلم على تغطية صحيح 97%، والنهارده وصلنا لحوالي 99%، لكن ال 97% دي كانت تغطية على، يعني عايز اقول ان بيبقى المنطقة بنقول انها متوصل لها شبكات، لكن هو المية بتوصل لها ولا لا ده موضوع تاني. النهارده احنا وصلنا لحوالي 99% من مصر فيها مشروعات مية، كل محطات المية اللي اتعملت في مصر على كل حتة. التحدي الاكبر كان الصرف الصحي. احنا كانت نسبة التغطية كلها 50% في 2014، النهاردة 67%. الريف كان 12% فقط، النهاردة 43%. وان شاء الله مع نهاية مشروع حياة كريمة هنبقى غطينا 100% من الصرف الصحي لمصر كلها. بمحطات عملاقة الدولة انفقت فيها مئات المليارات. تحدي المية وكلنا عارفينه. اتوسعنا في موضوع التحلية. احنا كان في 2014 كل الطاقة الانتاجية اللي بتنتج في مصر 80,000 متر مكعب في اليوم. النهاردة احنا 1,200,000 فقط في 9 سنين. زودنا عشرات، يعني 12 او 13 ضعف. كل ده عشان احنا عندنا رؤية واضحة ازاي اي تنمية لازم محتاجة مية. والمناطق النهاردة اللي بنشتغل عليها وكل منطقة هيبقى لها ازاي مواردها. الكهرباء والطاقة اللي اتعمل في قطاع الكهرباء